هي الحادثة هنبلغنا بيها صباح اليوم عن انهيار عقار في شارع خليل حمادة في منطقة ميامي، وعلى الفور تم رفع درجة السلامة للمستشفى لاستقبال أي حالات أو مصابين تجينا. احنا بنتوقع في الحالات دي تجينا حالات متعددة الإصابات، عشان كده كنا جاهزين لفريق العمل في الطوارئ بكل الإمكانيات التجهيزية والتشخيصية، وفريق عمل آخر من الأقسام الجراحية المكملة زي مخ وأعصاب والقرية الجوية وجراحة بين المفكين وجراحة العظام والجراحة العامة بسرعة التعامل مع مثل هذه الحالات. وعلشان في خطة تدريبية مطبقة للمستشفى نقدر نتفاعل مع مثل هذه الحالات المتكررة خاصة في منطقة سكنية جديدة. وصلنا لمصاب واحد في سن 19 سنة كان عنده إصابة الحمد لله طفيفة في القدم اليسرى، جروح عبارة عن جروح تم خياطتها في القسم الطوارئ، وعنده كدمة في القدم اليسرى وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين إن مفيش كسر ولا حاجة. ده المصاب الوحيد اللي وصل لنا والحمد لله كانت حالته مستقرة. طبعا اي مصاب بيوصلنا فيه مثل هذه الحالات بتعمل سكرين على كامل الجسم وكل الفحوصات، منها موجود في قسم الطوارئ زي الاشعه المتنقله وزي جهاز المجال الصدريه بسرعه التعامل والتشخيص مع الحالات. واللي بيفرق في الحالات دي عامل الخبره وموجود اخصائيين مدربين على اعلى مستوى في قسم الطوارئ، بالاضافه للتجهيزات المتميزه اللي موجوده فيه اللي بتمكن الدكاتره المدربين على استخدام الادله الارشاديه العلميه في تشخيص التعامل مع الحالات، في ان هم يوصلوا التشخيص بسرعه وبالتالي يقدروا يكملوا عمليات الحاله من خلال التخصصات نقدر نتعامل معاها لو كانت حاله جراحيه، او نستقبلها في الاماكن المجهزه لاستقبال الحالات الحرجه في الطوارئ في نقلها لرعايه مركزه في المستشفى. كل مستشفى متعدده التخصصات والحمد لله عندنا تجهيزات كامله لكل في كل الاقسام بالاضافه للمستلزمات والادويه المتوفره باستمرار، واللي بنبقى على وقت الاستعداد للتعامل مع اي حادث كبير على مستوى محافظه اسكندريه او كمان محافظات دوله زي البحيره ومطروح اللي هي بتصب في محافظه الاسكندريه كمحافظه يعني تعتبر محوريه في منطقه.